مهما كان تسوس الأسنان عندك قوي جدا، مهما كان في أكتر من سنة أو أكتر من ضرس فيهم تسوس ألم شديد جدا، النهاردة هقولك على طريقة حلوة جدا من أول استخدام هيختفي الألم تماما، وكمان مع المداومة عليها هتلاقي إن تسوس الأسنان من غير ما تروحي لأي دكتور خالص تقدري إن انتي تعالجي تسوس الأسنان وكمان آلام الأسنان القوية جدا جدا. النهاردة هقولك على وصفة جباره من الاخر كده هتمحي لك كل التسوس وكمان هتخفف الألم بنسبة 100%. السلام عليكم ورحمة بإذن الله الله. وبركاته، اهلا بيكم حبايبي. النهارده بإذن الله جايبه لكم وصفة قوية جدا للتخلص من ألم وتسوس الأسنان، مهما كان في تسوس شديد جدا، مهما كان التسوس عدى مراحل كتير جدا. النهارده هقول لك على طريقة جبارة وحلوة جدا جدا هتشيل معاكي تسوس الأسنان مهما كان في أكتر من سنة. هقولك على طريقة حلوة جدا هتقدري ان انتي تتخلصي من كل الألم اللي عندك، وفي نفس الوقت تتخلصي من التسوس بطريقة طبيعية ملهاش أي أضرار خالص ولا سلبيات هتفيدك بس. وبجد يا بنات طريقة حلوة وفعالة جدا، هتستخدميها مرة واحدة وهتشوفي نتائجها حلوة جدا جدا. أهم حاجة ان انت تستخدميها زي ما انا هقولك، ليها تكات بسيطة على فكرة، الطريقة متجربة ومعروفة من زمان جدا، لكن ليها تكات كده واحنا بنحضرها لازم تعمليها علشان تجيب معاكي نتيجة من اول مرة، لان طبعا ألم التسوس بيكون جامد جدا، وفي نفس الوقت ألم الأسنان عموما بيكون قوي جدا. النهاردة هنعمل طريقة حلوة جدا جدا هتشوفوها معايا دلوقتي، بس ما ننساش نحط لايك للفيديو، لايكات كتير جدا جدا، وكمان شير بقى، كومنتات تملى الدنيا كده برأيكم او بأي طلب من عينيا الاتنين. اول حاجة ونقول بسم الله ونبدأ. التوم هنا ومهم جدا ان هو يكون مش تفريز، يعني ما تكونيش مفرزاه وشايلاه طبعا، ويكون مفروم. لو مش متوفر ممكن نستخدمه، لكن بصراحة هو طازة كده هيجيب معاكي من الاخر، يعني انت لو عايزة حاجة وصفة قوية جدا وهيجيب معاكي من الاخر استخدمي التوم الطازة كده، وطبعا متوفر في كل الدول، حتى لو انت متعودة ان انت تفرزي يعني استخدمي بس للوصفة دي توم يكون طازة. هبدأ ان انا اخد 3 اربع فصوص توم، وطبعا الكمية دي على حسب ما انت طبعا في تسوس اكتر من ضرس او اكتر من سنة، ولا ضرس او سنة واحدة. وطبعا بنصحك ان انت تعملي كمية وتخليها عندك عشان تتخلصي من التسوس نهائيا. بعد ما فرمت كمية التوم بتاعتي كده، بعد ما قشرتها هبدأ ان انا افرمها. ممكن تفرميها في الكبة، بس احنا عاوزينها تكون فرم ناعم. شوفي الطريقة اللي تناسبك واعمليها. طبعا انا هفرمها مش مستهلين يعني، فهفرمهم بالمبشرة الصغيرة دي، هتفرم لي ناعم جدا. انا هنا بشرت التوم زي ما انتوا شايفين على قد ما قدرت ناعم، لكن انا عاوزاه ناعم اكتر من كده كمان. طيب انا هعمل ايه؟ هقولك انا هعمل ايه دلوقتي لما هضيف باقي المكونات. مهم جدا جدا ومن اهم تكات الوصفة دي ان التوم يتحول معايا زي المعجون، زي الكريم كده، مفهوش اي خشانة خالص علشان تنجح معاكي الوصفة. طيب انا هستخدم ايه كمان؟ انا هستخدم القرنفل او المسمار. هاخد على كمية التوم دي حوالي 10 حبات او 15 حبة من القرنفل. طيب ايه بديل القرنفل او المسمار؟ ان انت يكون عندك زيت خام قرنفل، وتكوني متأكدة وواثقة جدا ان هو نوع كويس ومش مخشوش. فاحسن لك طبعا الانواع اللي مش مخشوشة قليلة جدا وبتكون غالية، فاحسن لك ان انت تستخدمي القرنفل زي كده عشان تبقي ضامنة ان انت هتاخدي نتيجة حلوة ومضمونة ان شاء الله. انا هبدأ اعمل ايه؟ انا هفرم الاول القرنفل،
وبعد كده هبدأ ان انا احطه في المفرمة بتاعتي وافرمه ناعم جدا. وبعد ما يتفرم هبدأ ان انا احط التوم اللي هو مبشور ده على القرنفل واطحنهم اكتر. ما انتوا شايفين انا فرمته وهرجع افرمه تاني، ودي انا بأكد ان هي من اهم الحاجات اللي هتفرق معاكي في الوصفة جدا، ان احنا ننعم المكونات جدا. انا هنا بدأت ان انا افرمهم هما الاتنين مع بعض. دلوقتي هستخدم تالت مكون معايا وهو ملح الطعام. هاخد معلقة مليانة كبيرة من ملح الطعام الناعم عادي خالص وهحطه مع بقية المكونات، وهرجع برضو ان انا اضرب كويس جدا المكونات مع بعض. دلوقتي انا ضربت كل المكونات زي ما انتوا شايفين. هتقولي ليه من الاول ما حطيتيش كل المكونات وضربتيهم مرة واحدة؟ علشان اضمن نجاح الوصفة او ان هي تكون ناعمة، فبدأت ان انا اضرب كل حاجة لوحديها وبعد كده اعجنها كويس مع بعض. دلوقتي هضيف اخر مكون معايا، هي معلقة واحدة من زيت الزيتون. وهرجع دلوقتي اضربها لاخر مرة ونرجع نشوف هنبدأ نستخدم المعجون بتاعنا اللي احنا حضرناه ازاي. زي ما انتوا شايفين انا قدرت ان انا اعمل المكونات كلها زي المعجون كده، طرية جدا جدا ومتجانسة، تقدري ان انتي تشكليها زي الصلصال، ودي النتيجة المطلوبة. تعرفي ان انتي كده حضرتي المكونات صح وهتنجح ان شاء الله باذن الله معاكي الوصفه جدا. هتبداي ان انت تاخدي من الوصفه دي زي ما انتوا شايفين كده قطعه صغيره، طبعا دي هتكفيكي اكتر من مره. هنبدا ناخد قطعه صغيره كده بحجم الايد زي الكوره صغننه كده، ونبدا نحشي مكان التسوس او مكان اللي فيه القلم كويس جدا، وبنسيبها طول اليوم. لو حسيتي ان هي وقعت معاكي او طبعا ممكن تبلعيها ما فيهاش اي حاجه خالص، دي قرنفل وكل مكونات طبيعيه احنا اصلا بناكلها، فلو حسيتي ان هي ما بقتش موجوده او قلت ترجعي ان انت تحطيها تاني من اول يوم، هتحسي بنتيجة، الالم اختفى بنسبة كبيرة جدا. تقدري ان انت تستخدميها بقى كل يوم علشان التسوس يختفي باذن الله. ان شاء الله هتلاحظي النتيجة زي ما قلت من اول استخدام. يا رب تكون الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. ما تنسونيش في اللايك ودعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله. مهما كان تسوس الاسنان عندك قوي جدا، مهما كان في اكتر من سنة او اكتر من درس فيهم تسوس الم شديد جدا، النهاردة هقولك على طريقة حلوة جدا من اول استخدام هيختفي الالم تماما، وكمان مع المداومة عليها هتلاقي ان تسوس الاسنان من غير ما تروحي لاي دكتور خالص تقدري ان انت تعالجي تسوس الاسنان وكمان الام الاسنان القوية جدا جدا. النهاردة هقولك على وصفة جبارة من الاخر كده هتمحيلك كل التسوس وكمان هتخفف الالم بنسبة 100% باذن الله. مهما كان تسوس الاسنان عندك قوي جدا، مهما كان في اكتر من سن او اكتر من درس فيهم تسوس الم شديد جدا، النهارده هقولك على طريقه حلوه جدا من اول استخدام هيختفي الالم تماما، وكمان مع المداومه عليها هتلاقي ان تسوس الاسنان من غير ما تروحي لاي دكتور خالص تقدري ان انت تعالجي تسوس الاسنان وكمان الام الاسنان القويه جدا جدا. النهارده هقولك على وصفه جبارة من الاخر كده هتمحيلك كل التسوس وكمان هتخفف الالم بنسبة 100% باذن الله.